الموقف الحالي لتنفيذ الأعمال. قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإحنا بنشكرها شكر جزيل على هذا الجهد، بعد استلامها الموقع المشروع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاختيار الشركات المنفذة والإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال. تم تشكيل لجنة عليا تضم كل من هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة الاقتصادية واستشاري المشروع، وكانت في حالة انعقاد دائم لحل أي عقبات تعترض العمل ومتابعة تقدم سير الأعمال ضمانا لتنفيذها في التوقيتات التي حددها السيد الرئيس. واستعرض أمام سيادتكم الموقف الحالي لتنفيذ الأعمال وأيضا موقف الاستثمارات بالمنطقة. الموقف الحالي يا فندم بالنسبة للأرصفة، بنبدأ في اليمين أرصفة شركة قناة السويس الحاويات اللي هي شركة ميرسك على مسافة 2400 متر، بعد كده على طول في رصيف بطول 450 متر اللي هو كمالة رصيف ميرسك، وفي مفاوضات بيننا وبين رصيف شركة ميرسك إن هذا الرصيف يعود للهيئة الاقتصادية، وإن شاء الله قرار هيطلع في إبريل من الشركة بعودة هذا الرصيف للهيئة الاقتصادية. بعد كده تم التعاقد مع شركة AOS شركة إماراتية إنجليزية لإدارة وتشغيل محطة صب جاف بطول 500 متر وساحة خلفية مساحة 275 ألف متر مربع ومنطقة اللوجستية. إجمالي استثمارات المشروع بجميع مراحله 1.8 مليار دولار، توفير حوالي 8000 فرصة عمل مباشرة، توفير حوالي 20000 ل25000 فرصة عمل غير مباشرة، تصنيع عدد من المواد الغذائية والحد من استيرادها بالإضافة لعوائد التصدير بالعملة الأجنبية. بعد كده في أرصفة حوالي بطول 2000 متر منهم 1200 متر جاري التفاوض مع شركة سي ام اي الفرنسية وبي اس اس السنغافورية، وهم دخلوا شركة مع بعض يا فندم، وان شاء الله هننهي التفاوض كده في ابريل على اساس ان هم يبقوا واخدين ال 1200 متر. بعد كده تبقى 800 متر طرحناها للمشاورين وبنستقبل دلوقتي العروض بتاعتها ان شاء الله. بالشرق في رصيف لورو ب 600 متر اللي هو رصيف سيارات، وجاري التفاوض مع شركة ان واي كي وشركة دبليو دبليو ال، ويمكن امبارح شركة دبليو دبليو ال يعني مصممة ان هي تيجي تاخد الرصيف ان شاء الله، طبعا طبق الاسعار اللي احنا بنحددها. بعد كده في رصيف متعدد الاعراض بطول 1000 متر احنا طرحينه وبنستقبل العروض. موقف التكريك بمنيا شرق بورسعيد، تمت اعمال التكريك بالميناء على ثلاث مراحل والاعتماد الكامل على كركات هيئة قناة السويس لتنفيذ العمل. احنا ما خدناش كركة أجنبية يا فندم، احنا كل الشغل بكركات هيئة قناة السويس. كمية التكريك الإجمالية للمشروع في الثلاث مراحل 65 مليون متر مكعب، وتكلفة إجمالية لو احنا جبنا كركات أجنبية حوالي 325 مليون دولار تعادل حوالي 5.8 مليار جنيه مصري، والحمد لله ان احنا نفذناها. كمية تكريك المنفذة حتى الآن 53 مليون متر مكعب بنسبة تنفيذ 81.3%، وبتكلفة 265 مليون دولار تعادل حوالي 4.7 مليار جنيه مصري. سيتم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التكريك في سبتمبر 2019، هيبقى قناة كاملة يا فندم بالأرصفة مساحات. احنا دلوقتي واقفين قدام الأرصفة علشان في شغل في الأرصفة، مش قادرين نخش على الأرصفة غير لما الهيئة الهندسية تشرح لنا، لكن الكركات موجودة وبدأت تشتغل في الاقتراب من الأرصفة. المرحلة الأولى وهي حفر الممر الملاحي أمام الأرصفة الجديدة وتطوير دائرة الدوران الشمالية، وتم تكريك حوالي 26 مليون متر مكعب. تم البدء في ديسمبر 2015 وتم الانتهاء منها تماما بنسبة 100%. المرحلة الثالثة وهي إنشاء امتداد للممر الملاحي ودائرة الأورام الجنوبية، وتم تكريك حوالي 26 مليون متر مكعب. تم البدء في مارس 2017 وتم التنفيذ بنسبة 100%. المرحلة الأخيرة بقى اللي هي المرحلة الثالثة دي مرتبطة بشغل الأرصفة، وإن شاء الله إحنا جبنا الكركات وبدأنا من يمكن الشهريضة ننفذ، ونفذنا حوالي نص مليون متر مكعب وفي انتظار أوامر الهيئة الهندسية. بالنسبة للمناطق اللوجستية، توجد ثلاث مناطق لوجستية متخمة لميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية مساحة 24 مليون متر مربع لعمل صناعات القيمة المضافة واللوجستيات. دي المناطق اللوجستية فندم المتخمة للرصيف، وده اللي بيخلي الميناء ميناء محوري إن شاء الله.
تم طرح المناطق اللوجستية بالمنطقة للمستثمرين وجاري استقبال العروض، ووصلت عروض فعلا فندم ومنهم شركة عالمية، تمهيدا لاختيار أفضل العروض إن شاء الله هيتم في إبريل القادم بإذن الله تعالى. مناطق صناعية في شارع بورسعيد، دي المنطقة الصناعية في شارع بورسعيد، دي يا فندم على مساحة 40 كيلو متر مربع للصناعات الخفيفة والمتوسطة.